ربيع كنفودي مدير مكتب جريدة أوريو ماروك في وجدة. اليوم النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة كانت على موعد بتخليد اليوم العالمي للصحافة. هذا التخليد هذا اخترت له موضوع ديال واقع الصحافة الوطنية بين التحديات والرهانات اللي اضطروه مجموعة ديال الأساتذة ومجموعة ديال المقدرين اللي اضطروا لعدة نقاط أهمها الإكراهات اللي كتعيشها الصحافة واللي كتعيشها أكثر المقاولة الإعلامية. كذلك طرقوا الموضوع اللي أصبح أكثر حساس وتساؤل لدى الجميع خصوصا الصحفيين المراسلين الصحفيين على وجه الخصوص اللي هو الواقع ديال المراسل الصحفي في المنظومة الإعلامية بشكل كبير. هذا اللقاء هذا خلاصة ديالو هي أننا اليوم خصنا جميع الفاعلين وجميع المتمخلين أنهم يوقفوا وقف التأمل لمراجعة الواقع ولمراجعة الصورة الحقيقية لمهنة الصحافة وبالتالي إعطاء الحقوق والمكتسبات للصحفيين والمراسلين الصحفيين واللي ما يمكنش أننا نتقدم نتحدث على صحافة بدون مراسل صحفي باعتباره هو العمود الفقري ديال المقاولة الإعلامية وهو الأساسي في المهنة ديال الصحافة وفي التطور ديال الصحافة بشكل كبير. وشكرا. أستاذة انتصار حدية طبيبة وروائية مغربية، تشرفت اليوم بدعوة لجنة منظمة لهذا اليوم الدراسي لموضوعه هو الصحافة الوطنية بين التحديات والرهانات، حيث تحدثت عن دور الذي تلعبه الصحافة ووسائل الإعلام عموما في بث ونشر وتوزيع إنتاجات المبدعين الكتاب الأدباء لتلاقي جمهور واسع من القراء، وأيضا حول التحديات التي تواجه الصحافة ووسائل الإعلام التقليدية في عصر الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي. شكرا.